استشهدت بعلبك، ولأول مرة بعد غيبة 20 سنة عودة السيدة فيروز سفيرتنا للنجوم على مدرجات بعلبك. ما بعرف إذا صحلك أو تسنيلك تسهر ليلة من الليالي مع سيدة فيروز في لبنان أو بأي بلد تاني. وحكينا عن علاقتك بفيروز. كانت أمنيتي إن أنا أحضرها بصراحة. حتى مرة كان عندها حفلة، ما أعرف أي بلد عربي، كنت أنا بلد أوروبي بعيد، وكنت حاب أجي، لكن صارت الحفلة نفس اليوم. أنا عندي عمل، كان عندي في قاعة المؤتمرات في باريس في كندا. كثير حزنت يعني. أنا أمنيتي إنه أنا أحضرها وجه لوجه وأنا أزورها إن شاء الله. وحتى قبل أول ما جيت هاي الجاية قلت لهم أنا حاب أشوفها، يعني حاب أزورها. يعني فعلا مثل السيدة فيروز في عصرنا هذا، يعني نحن نكون محظوظين جدا يعني انه عندنا مثل فيروز. محظوظين جدا جدا طبعا. الله يعطيها صحة وتضل تعطي الجمهور. تحس حالك قريب من هالفن العربي بس دون نكهة اللبنانية الرحبانية الشعبية يعني. شوف الفن المحترم الفن اللي فعلا انه يعني هم اللي قدموه اصحاب موهبة. يعني مثلا في امثال شعبية ما فيها اذكرها. لو تكون اجمل كنت اتذكرتها، لكن شوية قاسية تكون. يعني لازم الفن يدخل اللي هو يحمل الداخلة الموهبة الكاملة. عندما يكون يعمل لحن يعرف يتأكد من نفسه وعنده موهبة تلحين، ما يضع بس إيقاعات. وهذا اللي يكتب يعرف نفسه أنه عنده موهبة شعر. اللي يغني يعرف عنده صوت، لازم يثقف الصوت. لازم تشوفي مثلا ما أعطونا إياه الرحابنة وما أعطتنا فيروز. يعني أنا أحكي عن سيدة فيروز أنه شيء عظيم 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 تماما. يعني أنا مثلا نحن صغار وعلى المدارس والصبح إذاعات الصبح لازم نسمعها. حلو. لو صعدنا بالسيارة بالباص مع الموقفين على صوت فيروز بإذننا. يعني صار في علاقة أنه شيء تفتقديه ما فيك تستغنين عنه في حياتك اليومية. فكل واحد كل فنان بالعالم يتمنى أن يكون ولو جزء بسيط من ما حملته فيروز. مشكرك على هالكلام ومفتخر فيه كمان صراحه. انا احبها كثير احبها يعني. دعيت لها بكل العمر للسيده فيروز، ونحن بنأكد على كلامك ونتمنى لها كل الخير.